انت المايك الرابع. والله يعني انا اقول بالمايك الرابع اليوم يا حظي، انا اليوم عندي بالاستديو مو بطل، عندي بطلين تبارك الرحمن ربي حفظهم. اول ما وصلوا كان معاهم تشيس، انا ما قلت يمكن جايبين لي قهوه، جايبين شيء، بس لا، جايبين شيء اروع من هذا الشغله. تبارك الرحمن الميداليات اللي مسطرين قدامنا حاليا بالاستديو، الواحد يفرح ويفتخر فيهم. بالاستديو متواجدين معي الابطال زيد وعبد العزيز السليطين، اللي مبدعين في الفنون القتالية المختلفة. بسولف وياهم لأن قبل فترة كنا قاعد نسولف عنهم وكنا مفتخرين فيهم في فوزهم بالمركز الأول في بطولة قارة أوروبا للمحترفين الجيجيتسو في تركيا. أول شيء صباح الخير، شلونكم؟ صباح النور. يعني اليوم أنا سعيد أن أنتوا ربعي، لأن خلاص من اليوم ورايح أنا ما حاتي، ما أخاف، عندي اثنين أبطال. أول شيء مبروك على الفوز، شلون كانت البطولة؟ زين، قوية. إنزين، الحين أنا بلعب لعبة وياكم. أنا الحين ما أدري منو زيد وما أدري منو عبد العزيز. عمر، منو فيكم عزيز؟ أنا. زيد، منو الأكبر؟ أنا. أنت الأكبر؟ حلو حلو، برافو، وصلنا خير. منو أول واحد فيكم لعب هاللعبة؟ احنا دشينا مع بعض. وبعض؟ حلو حلو حلو. وهذا متى كان؟ شهر ثلاثة. ما شاء الله تبارك الرحمن. زين، بقول لكم شيء، زيد وعبد العزيز دائما الواحد إذا بيلعب لعبة يكون شايف أحد أو وده يجرب هاللعبة. أنتوا ليش اخترتوا لعبة الجيجيتسو؟ أوي قال لنا عنها ولأن اللعبة قوية وواقعية. حلو، وهو كان يلعب هاللعبة ولا لا؟ لا ما كان يلعبها، بس شفناها وحبيناها. حلو حلو. زين اللعبة. الحين أنتوا شاركتوا في بطولة، زيد وعبد العزيز. أول شيء خل أروح لك أنت زيد، أنت دشيت اللعبة مع عبد العزيز أول مرة صح؟ أي. زين، وأول ما بديت اللعبة حسيت أنها سهلة صعبة؟ حسيت أنك أنت قادر؟ أبي أعرف بالضبط شو اللي صار وياك. حسيت لأنها سهلة. سهلة وياك. فيها ناس قويين. حلو حلو. وعبد العزيز أنت يوم لعبتها كنت بيها ولا هونت ولا صار فيك إنها؟ لا كنت بيها لأنها تخلي الواحد قوي. حلو، ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن. زيد زيد، أنا الحين برجع مرة ثانية وأقول إن أنتوا ما شاء الله شاركت في بطولة، الحين أكثر من بطولة، شاركت في أوروبا، شاركت بأكثر من بطولة. اللي قاعد تلعب وياهم شلون حسيت انك انت، خاصة انت توك دشيت اللعبة شهر ثلاثة، فأول ما بديت حسيت بخوف، حسيت انك انت، ولا الوضع كان وايد سهل وياك؟ لا كان عادي. عادي. متعود من قبل في بطولة ثانية. وأول بطولة وين شاركت؟ بالكويت. بالكويت. وانت برا؟ اي. برا بالسعودية. بالسعودية هذه أول مرة؟ اي. حلو. وعبد العزيز أنت متى أول بطولة شاركت؟ خارجية ولا داخلية؟ نبي خارجية. السعودية. السعودية أول بطولة. الحين الفاينل اللي لعبتوا فيه باريتوا منو آخر أي دولة باريتوا آخر بطولة؟ آخر بطولة؟ أي. تركي. تركي. إيه. حلو. وأنت زيد نفس الشيء عزيز؟ أنا باريت تركي. برافو برافو برافو. يعني اليوم إحنا قاعد نتكلم عن أبطال اثنين تبارك الرحمن ما شاء الله، والله العظيم ودي تشوفون بالاستديو كمية الميداليات اللي مشاركين فيها. وأنا صراحة ما شاء الله انصدمت إن أنتوا توكم بادين شهر ثلاثة، بس على طول على قولتهم نو جوك خلصتوا البطولات كلها ما شاء الله. إنزين، الحين دائما في سؤال بقول حق أو شيء حق زيد وبقول لك يا عبد العزيز، واحد ساعات يسمعكم الحين يشوفكم يقول ودي يصير وياكم، ودي يلعب، ودي يشارك، ودي يصير بطل، بس انتوا عندكم هم نفس الوقت مدرسة وقاعد تدرسون. شلون يا زيد ويا عزيز قاعد توفقون بين دراستكم وبين التمرين؟ الحمد لله احنا متفوقين بالدراسة ما شاء الله وبالرياضة. حلو. لو شيء لازم تنتظم صلاتك راح تنتظم دراستك ورياضتك. الله عليك، شنو الكلام الجميل الحلو، برافو عليك. والحين انت شاركت بالبطولة الاولى، التمرين اليوم لو انا بدش اللعبة ابيك انت تنصحني، قول لي اول شيء الحين انا ببتدي العب هاللعبة شنو لازم اسوي، وهل التمرين سهل ولا صعب؟ التمرين اول ما تدش راح يكون شوية صعب، فلازم انت تحفظ التكنيك وعشان تصير سهلة. حلو. والتمرين كم ياخذ وقت منك؟ قاعد تتمرن باليوم كم ساعة؟ تمرن خمس ساعات. خمس ساعات ما شاء الله تبارك الرحمن. هونت أنا، ما بي زيد أنا هونت، خمس ساعات وايد. إنزين وين قاعد تتمرن حاليا؟ بنادي اسمه 50-50. حلو. ويدرب فيه كابتن فوزان الثابت. والنعم. ونادي كيوكشن لعبة ثانية. أنت تلعبون لعبتي؟ إيه. جيجيتسو كيوكشن كاي صح بوايد هذي. إيه. أيوة أسهل الجيجيتسو ولا كيوشن كاي هذه؟ هو اثنين. بنتين سهلين؟
الحين البطولات الحين إذا لعبتوا اللعبة هذه لها بطولة هذه لها بطولة. إذا اليوم أنا قلت لكم في بطولتين، في بطولة كيوكشن وفي بطولة جوجيتسو. أبي أسألك أول شيء أنت يا زيد أو عزيز، شنو اللعبة اللي راح تروح لها؟ أي بطولة؟ في بطولتين، في جوجيتسو بطولة جوجيتسو وفي بطولة كيوكشن، أي واحدة راح تختار؟ أختار مدري. شفت أنت ما شاء الله تبارك الرحمن جاهز حق الثنتين، شنك واحدة بيوم الثنتين هم. أنت شلون عزيز؟ أنا وادي روحهم الاثنين. ثنتين برافو عليكم، أنا وايد مستانس أنتم موجودين وياي بالاستديو صراحة. أرد أكرر أقول ما شاء الله أبطالنا، أبطال لعبة الجوجيتسو من كافة فئات العمرية، من ما شاء الله من الحلقة أشوف زيد وعزيز الله يحفظهم يا رب، الميداليات اللي موجودة والبطولات اللي مشاركين فيها، أيضا أبطالنا بكافة الفئات العمرية قاعد يحققون إنجازات وايد كبيرة. أنا بجيب لكم اسم كابتن، أبيكم تقولوا لي توصفونه بكلمة واحدة. حلو جاهزين؟ كابتن يوسف الشطي. إيه. أشوفكم استانستوا ابتسمتوا. شنو يمثل لكم كابتن يوسف الشطي؟ كابتن يوسف الشطي حسبة ويثان. الله الله كلام جميل ما شاء الله تبارك الرحمن الله يحفظه يا رب إن شاء الله. إنزين الحين أكيد اللعبة هذه عشان الواحد يقدر إنه يحطم أرقام ويقدر يأخذ بطولات لازم يتمرن وايد صح؟ طيب. إنزين شنو الشيء اللي المفروض أنتوا تسوونه عشان دائما تتأكدون إن راح تجيبون مراكز؟ هل مثلا أكلكم تنتظمون بأكلكم بالتمرين بالنوم؟ يعني أنا اليوم أبيكم تنصحوني لو أنا أبي ألعب هاللعبة هذه غير التمرين شنو لازم أسوي؟ تنتظم صلاتك وباكلك. حلو. الحين انتو تاكلون اكل هيلثي يعني وال كاكاو ما كاكاو؟ اي لا كلش لا. والله برافو عليك بصراحه حلو. زين انا بعرف الحين انا اذكر يوم قبل لعبت كاراتيه، انا كنت العب اول شيء كاراتيه وادري ان الالوان الحزام يكون درجات. انتو اليوم اي لون بالحزام واصلين اي دان؟ احنا بالكيوكشن اصفر اصفر وبالجيتسو رمادي ابيض. حلو حلو هذا من ناحيه رمادي ابيض. ما شاء الله كل واحد طريقه ثانيه. زين زيد عشان انت تاخذ حزام لون ثاني لازم شنو تسوي؟ لازم تجد حيلك اكثر والكابتن يرقيك. حلو. وياخذ وقت ولا وقته بسيط؟ ياخذ وقت. ياخذ وقت حلو. انا ان شاء الله يا رب اشوفكم يا رب. شنو اعلى حزام؟ احمر. احمر. أنا أشوف إن أنا إن شاء الله يا رب يوم الأيام راح أشوفكم اثنيناتكم أنتوا أبطال العالم أنا متأكد. الحين السؤال بسوي مشاكل بين الإخوان. الحين لو أنا سويت فايت بين زيد وعبد العزيز منو راح يفوز؟ مين؟ شلون اثنيناتكم الحين شلون يعني؟ يا واحد فيكم راح يفوز. أكيد اثنينكم جربتوا مرة تسوون فايت يا بعض؟ إيه. ومن فاز؟ ولا أحد. ولا أحد. حلو حبيت على الدبلوماسية هذه زينة أنا وايد عجبتني. الحين البدلة الزرقاء هي مات الجوجيتسو؟ اي. والبيضة؟ الجوجيتسو. نفس الشيء ما لها علاقة. حلو وايد حلو. انزين البطولة الجاية وين راح تكون ان شاء الله؟ راح تكون بطولة العالم. بطولة العالم وين راح تصير؟ عندكم خبر؟ ابوظبي الامارات. ابوظبي بتشاركون ان شاء الله؟ اي ان شاء الله. حبايبي الله يوفقكم يا رب ان شاء الله. وانا وايد مستانس وبقول لكم شيء، احنا اليوم نقابلكم هني لسبب. أنتوا بيوم الأيام تذكروا كلامي، أنت يا زيد وعبد العزيز بيوم الأيام راح تصيرون أبطال العالم، الناس كلها إن شاء الله يا رب، وكل الناس راح تقول أن تتمنى تصير نفسكم، فأنتوا بعمر وايد صغير وما شاء الله هالكمية الميداليات اللي ماخذينها، أتوقع إن شاء الله يا رب بطولة العالم راح تكون إن شاء الله يا رب بداية وكل البطولات تأخذونها. زين سؤال صدق أنا نسيت هالشغلة، شنو النقاط اللي أنا أسويها؟ يعني أنا أذكر أن بالكيوكشن بالجوجيتسو. أبي الجوجيتسو. إيه الجوجيتسو يعني في وايد نقاط. حلو. يعني مثلا ماوت يعني تقعد عليه تاخذ أوكي. أربع نقاط. حلو. وفي سبمشن تخلصه أخضاع. حلو. هذه اللي خلاص ما أقدر أنا ما أقدر أتحرك أنت خلاص. أي. وفي سايد تقعد يعني على جنبه. حلو. تاخذ ثلاث نقاط. وفي تسكر جارد يعني تسكر ريلك وتسكر عليه. حلو. في وايد شيء. وايد نقاط على حسب وايد نقاط. تستخدم الايد والريل بالجوجيتسو صح؟ حلو حلو. انا خف منكم شويه راح ادز الكرسي لورا شويه عشان سبحان الله ما نبي هذا، بس الاكيد الله يوفقكم يا رب ان شاء الله واشوفكم ابطال. انا وايد استانس مع ابطالنا البطل زيد وعبد العزيز السليطين اللي يشاركون في العاب الفنون القتاليه المختلفه الجوجيتسو والكيوكشن كاي صح قلت صح؟ اي كيوكشن. اي لا وايد قولها ثلاث مرات كيوكشن 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 صح برافو برافو. حبايبي الله يحفظكم يا رب ان شاء الله ودائما نشوفكم في اعلى المراكز وهلا هلا بطوله العالم
احنا في نغم صباح دائما نسوي لكم سبورت، اول ما تاخذون النتائج دائما راح تشوفون اساميكم ونحط صوركم. هاي فايف، برافو عليك. وانت من بعيد هاي فايف. حبايبي كان معي بالاستديو بالمايك الرابع الابطال زيد وعبد العزيز سليطين، ابطال الفنون القتاليه المختلفه واصحاب البطوله اللي فازوا فيها مؤخرا بالمركز الاول في بطوله قاره اوروبا للمحترفين الجوجيتسو في تركيا. برافو عليكم شباب. سيو تبترون المدرسه صح؟ يعدل برافو عشان اللي يسال يقول راجعين المدرسه.